السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم أينما كنتم في قناة سامي تاك، سامي التكنولوجيا. اليوم سوف نتكلم على موضوع مهم جدا، الخاص كيفية نسخ البطاقات الخاصة بنا الشخصية. نعم، إن كانت لديكم طبعا طابعة ولا لا تعرفون كيفية عمل نسخ للبطاقات الشخصية الخاصة بكم، مثال سوف أقدم لكم مثال كبطاقة التعريف الوطنية، هذه البيومترية. نعم، ولدي كذلك رخصة السياقة بطبيعة الحال، أو أي وثيقة أخرى أنتم تحتاجون إلى عمل نسخ طبق الأصل عن طريق الأوجه. نعم، هذا الوجه الأمامي وكذلك الوجه الخلفي كما فعلت أنا. نعم، هذا الوجه الأمامي وهذا هو الوجه الخلفي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، سوف أوضح لكم بالتفصيل الممل بحول الله تعالى. طبعا الطابعة التي أمتلكها الآن هي مسمى ببرادر، برادر يعني رائعة جدا، أو أي طابعة أخرى تمتلكونها بطبيعة الحال. طبعا مشاهدين الأعزاء، فما عليكم فقط باتباع الخطوات معنا خطوة بخطوة، وسوف تحصلون على الأمر أو الشيء الذي تبحثون عليه، وهو نسخ وثائق الشخصية الخاصة بكم، فتابعوا معنا في هذا الفيديو. نعم مشاهدين الأعزاء، هذا النوع من الطابعة مسمى ببرادر، كما تلاحظون مسمى ببرادر. أول شيء كيف ماذا سوف نقوم؟ سوف نتأكد من وجود أوراق بيضاء في الطابعة. كيف نقوم بالسحب هنا؟ لاحظوا معي، إن كان لديكم هذا النوع، طبعا ليس كل أنواع مثل ما أمتلك أنا برادر، يعني يوجد كانون، يوجد يعني طابعات أخرى. كيف نقوم بوضع الأوراق؟ لنعتبر أن الأوراق هذه غير موجودة، أقوم بجلبها طبعا هكذا، ونقوم بوضعها بطريقة سهلة وبسيطة بنفس ما أقوم أنا هكذا، ثم أعيد إدخالها في مكانها الأولي هكذا. أعزائي المشاهدين، كيف نقوم باستعمال ونقوم بنسخ؟ على سبيل المثال لدي هنا رخصة السياقة. نعم، لدي الآن رخصة السياقة وأريد عمل نسخ عليها من خلال الجهة الأمامية وكذلك الخلفية. أقوم بفتح هذا الغطاء، سوف نلاحظ هنا في يعني طابعة برادر وجود هنا سهم كما تلاحظون. نعم، لدينا سهم هكذا، ولدينا هنا A4. لاحظوا A4، لو أنا أقوم بوضع ورقة مثل هذه أضعها على هذا السهم هكذا، سوف ألاحظ أن سوف A4 تكون مع الورقة بالتمام. نعم، يعني هذه الورقة هي A4. كيف أقوم بوضع يعني وضعية الوثيقة الشخصية التي أمتلكها الوطنية الخاصة بي؟ أقوم بوضعها إن كانت طبعا نعم إن كانت رخصة سياقة مثلها ما أفعل أنا. أقوم بوضع هذا الجهة الداخلية، أقوم بوضعها في الأمام. نعم، لاحظ أن هنا هذه الزاوية يجب أن تكون مع السهم الذي هو موجود هنا. نعم هكذا، أقوم بجلبها أو بوضعها كما وضعتها بالتمام والكامل، لاحظ بنفس مع هذه الزاوية، ونتركها كما هي هكذا. لاحظ الآن قم بغلق هذا الغطاء. ماذا سوف نقوم الآن بالخطوة الموالية؟ طبعا نلاحظ هنا في هذه الوثيقة التي قمت بنسخها أن اللون الأسود هنا غامق جدا، أنا أريد أن أقوم بعمل نسخ على الوثيقة الشخصية الخاصة بي، ولكن ليس بنفس هذه الكثافة، أريدها يعني كثافة قليلة، أو اللون الأسود لا يكون داكن، يكون فاتح حتى تكون النسخة يعني تبقى الأصل رائعة وممتازة. كيف؟ من خلال طبعا إعدادات طابعة برادر، أقوم باختيار بارامتر. نعم هكذا، ثم أضغط على أو أقوم ضغط على كوبي. كوبي هي نسخ هكذا، ثم نلاحظ هنا لدينا إعدادات، سوف نبحث على اختيار هو الموالي. اختيار ماذا؟ على دونسيتي أو كثافة. الكثافة هي نلاحظ أن اللون هنا أسود، يعني
غامق وأريده أن يكون فاتح نوعا ما، كيف أقوم بفعل هذا؟ أضغط على هذا الاختيار أوكي، ثم أقوم باختيار من خلال هذا الزر أريده فاتح في ناقص واحد، أو تختارون أي كثافة تريدونها على حسب ما تريدون، ثم أضغط على أوكي. هكذا الآن. الآن ماذا سوف أفعل؟ أقوم بالضغط على هذا الاختيار، هذا الخاص باللون الأسود والأبيض، وإن كنت تريدها باللون يعني كما هو نضغط على الألوان. أنا أريدها بالأبيض والأسود، أضغط على هذا الاختيار وأنتظر حتى يتم استخراج الوجه الأمامي للوثيقة الشخصية التي أمتلكها. نعم، لاحظوا مشاهدينا الآن تم إعطائي الوثيقة كما هي، يعني خرجت هكذا من الطابعة. طبعا يوجد طابعات أخرى، أنا سوف أريكم الآن على برادر، ثم سوف أوضح لكم كيفية وضعية لاستخراج طبعا الجهة الخلفية على نفس الجهة الأمامية حتى أتحصل عليها مثل الوثيقة الشخصية الرسمية. كيف أقوم الآن بوضعها؟ أتركها كما هي، يعني أستخرجها كما هي، لاحظوا كما هي هكذا، أضعها فوق الطابعة ثم أستخرج الأوراق هنا، أقوم بفتحه طبعا، أستخرجها هكذا عادي جدا، ثم أقوم بفتحها. لاحظوا الوضعية مشاهدينا الأعزاء، تحصلت عليها هكذا من الطابعة. أنا ماذا أقوم الآن؟ أقوم بوضعها هكذا، لاحظوا هكذا، أقوم بتدويرها ثم أضعها هكذا، يعني أعيد وضع الورقة في مكان الأوراق بنفس الوضعية، سوف أعيد الكرة. نعم تحصلت عليها هكذا، يعني هذه هي النقطة المهمة هكذا، ثم قمت بتدويرها هكذا وقمت بوضعها في منطقة الأوراق البيضاء هكذا، يجب أن تكون هي الأولى، ثم أقوم بغلق مكان حفظ الأوراق ثم أقوم باسترجاع. نعم هكذا. الآن هذه هي الخطوة الموالية، الخطوة التي بعد هذه ما هي؟ أعيد كرة فتح الغطاء هذا، ثم يعني أمسك ماذا الوثيقة رخصة السياقة التي لدي، الوثيقة الشخصية التي لدي، وأقوم بتقليبها هكذا، لاحظوا هكذا، ثم استرجعها خلفا أو يعني إلى الوراء حتى تصل إلى A4 هنا، يجب أن تكون زاوية الرخصة التي لدي تكون مع الخط الخاص ب A4 تماما هكذا، A4 تماما يجب تكون معها هكذا، لما يعني أراها أنها يعني أن هذا الخط يعني أتى موازي مع الخط الـ A4 هكذا. الآن أتركه كما هو، أتأكد من يعني أنه مع الـ A4 مع الخط موازي تماما بدون أي مشاكل. أعيد الآن غلق الغطاء وأعيد الكرة من خلال الضغط على الاختيار الأسود والأبيض وليس اللون هكذا، وأنتظر الآن وسوف أتأكد. أرجو من المشاهدين أن يتابعوا الفيديو من الأول للآخر حتى يستطيعون عمل نسخ وثائق شخصية خاصة بهم بدون أي خطأ إن شاء الله. أنتظر. طبعا لاحظوا مشاهدي الأعزاء، تم الحصول على الوثيقة من خلال نعم الجهة الداخلية والجهة الخارجية. نعم لدي هنا خلل في يعني في اللونكر الخاص به في الحبر، يعني حتى يتم تعديل، ولكن تحصلت عليها نفس الوضعية التي أبحث عليها، وهي هذه هي الجهة الداخلية والأمامية وهذه هي الجهة الخلفية بدون أي مشاكل مشاهدين الأعزاء. على ما أعتقد أن الدرس هو واضح جدا وسهل في متناول الجميع، وأتمنى منكم أن تستفيدون، وسوف نقوم بعمل نسخ كذلك الآن، نسخة على بطاقة التعريف الوطنية الآن سوف يعني بيومتري، قمنا
عمل نسخة على البطاقة، بطاقة رخصة السياقة، سوف أعيد ذكرها على البطاقة الوطنية. نعم، كما قلت لكم مشاهدينا الأعزاء، تقوم بوضع الجهة الأمامية هكذا، تسحبونها إلى هذا يعني إلى ذلك المكان الخاص بالسهم. نعم، نفس الطريقة، تعيدون غلق الغطاء، تقومون هنا باختيار كوبي أو نسخة، وتقومون باختيار الكثافة. نعم، تضغطون على أوكي، ثم تختارون ناقص واحد مثلا هكذا، أوكي، ثم نقوم بالضغط على هذا الاختيار. نعم، تحصلنا عليها مشاهدي الأعزاء في هذه الجهة. كما قلت لكم، نضع الورقة فوق الطابعة، نقوم بسحب مكان وضع الأوراق، ثم نقوم بهذه الوضعية هكذا، ونقوم بوضعها هنا هكذا، نسترجع المكان. نعم، الآن مشاهدينا الأعزاء، نقوم بتقليب البطاقة الوطنية البيومتري الخاصة بنا هكذا، نقوم بتقليبها، ثم نسحب حتى الـ4، الخط يجب أن يكون موازي مع الـ4، ثم نقوم بالغلق، ثم نتأكد هنا من الكثافة. سوف نذكر هنا الكثافة. نعم، ممتازة. نضغط على اختيار اللون الأسود الأبيض، وننتظر حتى يتم إعطائنا نسخة الوثيقة الخاصة بنا إن شاء الله. نعم، لاحظوا مشاهدي الأعزاء، تم تحصلنا عليها يعني كما هي هكذا وهكذا بنفس الطريقة، ويتم قصها الآن وتتحصل عليها وتأخذها إلى دفع الملفات الخاصة بكم أعزائي المشاهدين. ملاحظة معينة فقط مشاهدي الأعزاء أردت أن أكلمها عليكم. نعم، هذه الطباعة أو الطابعة عفوا الخاصة بأبرادر ليست كما كانون أو كما الطباعات الأخرى. طبعا يوجد منها طابعة التي لديها الأوراق يتم وضعهم من جهة الخلفية، يعني من هذه الجهة. كيف أقوم بوضع وضعية الورقة حتى أتحصل على نسخة الوثيقة الخاصة بي من الجهة الأمامية والخلفية بدون أي مشاكل كما هي في الأصل؟ نعم، تخيلوا معنا لما أقوم تقوم بإعطائنا بطبيعة الحال الطريقة الأولى أو كيفية وضع الوثيقة الرسمية، نفس الطريقة يعني جميع طابعات لديهم هذا الاختيار الخاص ب هذا السهم، وكذلك الـ4 نفسهم، يعني لا يوجد أي اختلاف هنا، الاختلاف فقط في وضعية الأوراق. طبعا تقومون بوضع الجهة يعني كما تكلمنا نحن هكذا، وتتحصلون عليها هكذا. ثم كيفية الوضعية، لاحظوا تقومون بسحب الورقة كما هي. نعم، كما هي هكذا، تقومون بوضعها، لاحظوا تسحبونها ثم تضعونها هكذا فوق الطابعة، وتقومون بقلبها هكذا، ثم تقومون أخذ الورقة هكذا وتضعونها هكذا في هذه الجهة هكذا كما فعلت، ثم تقومون بنفس الطريقة من خلال تقليب الوثيقة الرسمية على الخط الخاص موازي، يجب أن يكون موازي بالـ4، ثم تقوم بالضغط على طريقة نسخ اللون الأسود الأبيض الخاصة بها، وتقومون باستخراجها عادي جدا. يعني لاحظوا معنا، سوف أعيد الطريقة، تتحصلون عليها هكذا، ثم تقومون بوضعها فوق الطابعة هكذا، تقومون بتدبيرها الجانبية، ثم تسحبونها هكذا وتضعونها وتتحصلون عليها عادي جدا أعزائي المشاهدين. أتمنى هذا الدرس قد أفادكم وقد نال إعجابكم الخاص بنا مشاهدين الأعزاء،
فنتمنى أنكم تستفيدون معنا، ونتمنى أنكم أن تساعدونا من خلال نشر القناة لعدد أكبر من المشتركين ومن الزملاء والأحباب. فإن كان هذا الدرس قد أفادكم لا تنسوا بضغط الإعجاب وعلى ترك تعليق مهم ومحفز لنا حتى نقدم لكم أفضل. إن كانت لديكم أسئلة فاتركوها لنا في خانة التعليقات كذلك، ولا تنسوا بنشر الفيديو لعدد أكبر من المشاهدين حتى يستفيدون. ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.